يعني ممكن مشكله. الفواياج ناس زوين صراحه. انا والله الا قطعت البي باقي جاي في التران وحق الله شحال 11 الصباح باش تصيفط لي البي. ما كدير لا تيست تقدر تشوف مطار درش بزاف الحوايج مشيني التران جاي فيه على الله يا ربي صافي الله اللي كمل لي. انا درت سبب والله كمل. ها نقدر نقول لك فهمتيني كتعيش داكشي ضغط نفسي ما كتعيش داكشي بخير ما كتكونش بخير. انت مريح واحد كيخرج لك الجزيره كتخرج لك منها الشارع براسك كتقول لك لا بعدو واجي تشوفو واش بعدو ولا ما بعدوش. ما تقولش لي بعدو خاصك تكون حدانا باش تعيش معنا. قول النفسيه ديال بنادم كي دايره تما ما تقولش لي راه بعدو راه واخا تقول لي بعدو ما غنتيقكش راه ما غنتيقش بوشين غيقول لي راه غدا غندخلو. ولكن راه البارح ملي خرج الرئيس كيقولنا لا حنا غنتحدو باش نخرجوا بغا دير لنا مسيره الخضراء وما ديرهاش بينا حنا خلينا نديروها في بلادنا صافي. الحمد لله هذا فضل من سيدي ربي الحمد لله. لا شويه ولا بدا ولا بدا بزاف كاع ماشي شي شويه ولكن الامر ديال الله. ولكن الا رجعوا خاص السفاره تدوي عليهم وتهضر عليهم شي شويه. خاصنا نكونوا حنا والديهم هنايا وهما يكونوا والديهم لهي. خاصهم يسولوا عليهم الله يجزيكم بخير. زعما لحد الان باقا وسط المدينه كل شيء نورمال ولكن ما عارفين شنو غيوقع من بعد فقررنا نرجعوا شنو غادي يوقع لينا حنا مع لونيفرسيتي مع الجامعات ما عرفناش. نتمنوا ان السفاره تما اوكرانيا اللي كاينه في اوكرانيا دير معاهم شي حل لحقاش هما يقدروا يسمعوا لهم حنا لا. بالنسبه للقريه ديالكم واش غادي تنقضوا عليها ولا غادي تبقاو كتقراو مشاكل؟ الى حولوا لنا الاونلاين غنبقاو نقراو ما كانش اونلاين غادي تبقى هنا. السلامه ديالك هي الاولى. الحمد لله والشكر بالنسبه للاخوان اللي وصلوا بالسلامه وكنتمناو من السفاره المغربيه ان شاء الله تكلف لهم الا كان شي ديزومبيشمون من لي فاكولتي اللي كاينين تما باش يرجعوا للقرايه ديالهم ديريكت بلا مشاكل. هو يكون خير ان شاء الله. فرحان الحمد لله ملي رجع الدري ونتمنوا ان شاء الله يرجعوا بخير وعلى خير وما تكون الامور مزيانه تما كاين ويرجعوا للقرايه ديالهم وتعاون معهم الدوله ديالنا والله ينصر الملك. لا ما خدوا في دنا. انا اصلا كنقرا الهندسه فهمتيني ما غياخذوا عندي حتى شي ما اصلا كنقرا اونلاين من بديت العام فهمتيني. اما بالنسبه للماد والفارما وداكشي هما اللي كانوا في الاول شادين معاهم سكير ولكن دابا من نهار اثنين غيبداو اونلاين ما كاين حتى شي مشكل عندي. هنا نقراو اديستونس ماشي مشكل يعني ما تنقطعش على الدراسه. ما لا ما كاينش انقطاع ديما حنا من كورونا اصلا وحنا كنقراو اديستونس ما عمرنا فهمتيني دخلنا وقلا شي مرات ولا ثلاثه. شي جامعات علموهم باللي قدروا يطردوهم اما زعما في العموم ما نظنش يكون شي حاجه زعما يجريو علينا الا كنتي مخلص المدرسه ديالك وكل شيء ما يوقع لك والو. بالنسبه للاثمنه ديال التذاكر كانوا شويه طالعين. الموالفين كتقطع الفول ب 2500 3000 درهم قطعنا ب 6000 درهم وكاين اللي قطع بكثر. اي دابا فعلا هذا الخبر هو اللي خلانا اننا نتحركوا بسرعه ونمشيو باتجاه انه نحجزوا تذكره مباشره من كييف للمطار محمد الخامس عبر الخطوط الملكيه المغربيه وتوفقنا الحمد لله. وصراحه ذاك الخبر البارح يعني على اساس انه مفاده ان تطور الاحداث كانت غتمشي للاسوء تخلعنا بزاف والوليد كان مخلوع والحمد لله جاب الله التيسير وحيدنا هذا المشكل. هذا ما كان بالنسبه للاجواء اللي كان كيحكي كانت عاديه جدا يعني ما كانش شي بوادر ديال الازمه لانه الحياه كانت عاديه. الناس كتمشي مثلا كانت القراءه عن كانت الدراسه عن بعد يعني كانت اونلاين والناس يعني لي سوبر مارشي وديك الشيء كانت يعني الحركه اعتياديه جدا يعني الاجواء عاديه السير عادي ديال الحياه. ولكن الاعلام صراحه هو اللي كان سبب انه اجج الوضع النفسي ديال المقيمين تما وبالتالي خلق هذاك الهلع وخلق ذاك الخوف الشيء اللي خلى انه مجموعه ديال الناس تاخذ القرار ديال الرجوع على ارض الوطن وخاصه بعد البلاغ ديال السفاره ديال المغرب في اوكرانيا. هذا ودابا على اي الجامعه دارت معهم على اساس يقراوا اديستونس اون بروميير ليو ريتما انه الاوضاع يعني ترجع ودايرين معهم على اساس انهم يرجعون بعد واحد الشهور ولا شهرين يعني في شهر خمسه. ان كاين جامعات اللي غادي يطردوا الوليدات اللي غادي يتعلموا
هذا الشيء صراحه انا ما فراسيش، يعني التفاصيل ديال هذه الامور هذه ما فراسيش، ولهذا زعما خص الطلبه يتكتلوا في اطار جمعيات وبتنسيق بطبيعه الحال مع السلطات القنصليه المغربيه باش هذا الشيء ما يوقعش، وانه وتوقع بطبيعه الحال انه يتفاوضوا مع هذه الجامعات باش انه هذه المشاكل يعني كلها ترى، لانه كيف ما كان الحال الطلبه يعني استثمروا مجموعه ديال سواء المجهود، سواء مجهود مادي، سواء مجهود معنوي، سواء مجهود نفسي من اجل التحصيل العلمي، وبالتالي هذه الامور هذه ما خصهاش تخرج هباء منثورا. هذا هو زعما المتمنيات ديالنا وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.